وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا عمرو كمال الكاتب الصحفي بأخبار اليوم. أستاذ عمرو، بداية أهلا بك، ما هي حظوظ المنتخب المصري في التأهل خاصة وأن مباراتي ليبيا هامتين جدا في مشوار المنتخب للتأهل؟ تفضل. خالص تحياتي لحضرتكم ومشاهدين الكرام. ما نقدرش نقول مين اللي فرص التأهل حتى هذه اللحظة بين المنتخب الليبي المتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط والمنتخب المصري برصيد 4 نقاط. الأمور يعني جد حاسمة بين المنتخبين. المنتخب المصري بيحاول في مباراة الغد أنه يستفيد من أريحية اللعب على ملعبه وإن كانت بدون جماهير، والمنتخب الليبي بيحاول أنه هيلعب على الهجمة المرتدة ويبقى مقفل دفاعاته بشكل كبير، وهدفه محاولة العودة إلى بنغازي بنقطة، في حين أن المنتخب المصري بيحاول أن هو يحقق الفوز عشان يتصدر المجموعة بشكل مؤقت قبل مباراة بنغازي اللي هتكون يوم 11 أكتوبر الجاري. المنتخبين في غاية القوة، لدى المنتخب المصري عدد محترم من اللاعبين المحليين والمحترفين، نعم، ومدير فني جديد، في حين أن المنتخب الليبي لديه مدير فني صاحب خبرات واسعة الأسباني، ولديه عدد 7 محترفين حتى وإن كانوا في الدوريات العربية ولكنهم يعني يمتلكوا الانسجام بشكل كبير، نعم، وحفظ خطط المدير الفني الأسباني. نعم أستاذ عمر، المباراة غدا هي المباراة الرسمية الأولى ربما لكارلوس كيروش، توقعاتك للتشكيل خاصة مع استبعاد البعض، وهل يلعب أو يشارك الشناوي بالغد؟ حتى هذه اللحظة الأمور بيحاول الجهاز الطبي في المنتخب المصري محاولة استشفاء الشناوي، وإن كانت الأمور يعني 50-50، نعم، في مشاركة محمد الشناوي، والبديل له طبعا هيكون الأقرب محمد أبو جبل. خلينا أقول لحضرتك أن التشكيل الأقرب هيكون أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح، وأكرم توفيق. نعم. في الوسط هناك مشكلة بين بعد دخول النني، فالأقرب أن يكون محمد النني وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو، وفي الأمام هيكون محمد صلاح، عبد الله السعيد، معاكي رمضان صبحي ومصطفى محمد. كل تمنياتنا للمنتخب المصري كل التوفيق أستاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي بأخبار اليوم، شكرا لك على هذه المداخلة.